اليوم رح أورجيكم طريقة عمل أرجيلة برتقال طبيعي. بقطع أول شيء هذا الجزء من فوق هالقد تقريبا. بحفرها من الداخل، تقريبا شلت هالكمية منها. بقلبها وبفتحها من الجهة الثانية. نفتحها بهاي الطريقة. بنحط فيها المعسل. بعدين بغطيها بورق قصدير. بجيب ورق قصدير. بلفها بهالشكل. بلفها بهاي الطريقة. وبثبتها بالنكشات من ثلاث جهات.